صباح الفل على حبايبي الحلوين، ونرجع تاني ونقول كل سنة وانتم طيبين في أيام كريمة وأيام مفترجة. ربنا يعيد علينا وعليكم الأيام الحلوة دي بخير يا رب. احنا النهاردة جولتنا في سوق الحد في الوكالة، زي ما انا وريتكم كده الفيديو اللي فات عملنا جولتنا سوق الحد في الرواعي، بنعملها كل شهر شهر ونص كده، بروحش كل اسبوع تقريبا، بس بتبقى بصراحة يعني ما بنقعد فترة طويلة كده، بتبقى الجولة حلوة ومختلفة. بعد كده بعد ما خلصنا الجولة هناك جينا نعمل جولتنا وطلعنا من محطة ماسبيرو. محطة ماسبيرو دي اقرب محطة لسوق الحد، تمام كده. تطلع من المحطة بتلاقي الصعيد بتاع العصير في وشك، بتاخدي شمال في اتجاه زكي السماك. المحل ده محل رجالي على فكرة، قبل زكي السماك على طول، بيبيع شراويل الغطس دي ب 100 جنيه، مقاسات كبيرة وحلوة. اعتقد ان ده سعر حلو قوي لانها في العتبة ب 130 وب 150، تمام. فقلت اوريكم برضو في محلات لبس رجالي كتير جدا موجودة في الوكالة، كل اللبس الرجالي اللي موجود فيها والشبابي والاولاد يعني جديد يا بنات، واسعارهم كويسة، تمام. فاللي بيروح بقى لو انت مثلا عندك ولاد والشباب وكده، ربنا يبارك ويخلي يا رب لكل حد، هاتلهم من هناك هيعجبكم جدا. انا ان شاء الله ناوي اجيب للولاد من هناك. قابلنا الفرشة دي قدام زكي السمك على طول، وبيبيع الكوتشي ب85 جنيه، معاه ميكس ومعاه كمان في كرتونه تانية كان بعت حد يجيبها له. ماشي ماشي. على فكره الكوتشيات في الوكاله حاجه كده مفيش بعد كده، في كوتشيات تمنها بيوصل 500 جنيه، بس حاجه بقى يعني حاجه بتنور كده في الارض لوحدها، ما شاء الله حاجات جميله. وصلنا عند زكي السماك، والناس كتير بتقول لي في الكومنتات على الموضوع المستحضرات التجميل والميك اب، وانا هشتري حاجات وهبص على التاريخ. طب انا في حاجات توالف وانا متاكده انها توالف ومش عارف ايه، فقلت يا جماعه انا هعمل اللي عليا. انا كنت منع ان انا اصورها علشان خاطر ما تروحوش تشتروا، فقلت طب ما انا منع ان انا اصورها، طب ما انا اصورها واقول لكم على المشكله. المشكله يا جماعه ان مفيش حاجه مسكتها في ايدي تاريخ الصلاحيه بتاعها لسه فيها تاريخ انتاج، كله منتهي من 2021 ومن 2022. طب ليه كده؟ انا مش فاهمه. طيب انتوا، وبيبقى عليها اقبال على فكره، مش بس الفرش، اي فرشه جوه، في فرشات جوه هوريكم وبتقول اسعار. والصابونه دي يا جماعه سيباميد، والسيباميد ماسكه سعر ومش عارف ايه، وبتباعها ب50. طب ما هي منتهيه الصلاحيه، والمشكله ان اللي بتشتريها برضو عارفه انها منتهيه الصلاحيه وبتدور عليها. فانا قلت بدل ما انا ما بصورش الشنطه اللي في اللي كانت ببص فيها دي، كانت قطعه ب5 جنيه، بدل ما انا ما بصورهاش وانتوا كل شويه تسالوني في الكومنتات، انا هعمل لكم اللي انتوا عاوزينه واصورها وارجع اقول نفس الكلام تاني. الحاجات دي حتى لو مش منتهيه الصلاحيه، فهي يا اما متعبيه يا اما المنتج اللي فيها من سوء التخزين والشمس ومش عارف ايه فباظ. ودي حاجات بتتحط على الوش وعلى الشعر وعلى الجسم، فما ينفعش خالص. فقررت ان انا اسيب المقاطعه دي واصورها، بس برجع ارجع اتكلم عليها تاني. الدول انا ما فهمتهمش، انا كنت فاكرهم كوبايات، فاللي يعرف هم ايه يقول لي، علشان هم كل كوبايه فيها 3 فتحات كده من تحت، فانا بصراحه ما اعرف. هم لونهم حلو عجبني، كنت فاكرهم كوبايات بلاستيك طلعوا مخرمين، فلو حد عارف يقول لي. الفرشه دي كان مكان ام ايه، وام ايه ما كانتش موجوده، كان في حد غريب يعني راجل يعني هو اللي قاعد مكانها، بس كان معاه حاجات كويسه واسعاره حلوه. يعني مثلا مج الشرب والقمر ده قال عليه ب35 جنيه، فده سعر حلو قوي، هو تقريبا لسه ما اتعلمش منهم اعتقد، كان بيقول اسعار كويسه. يعني الطبق الكبير اللي هو الطبق الوجبه الكامله اللي تحط فيه كل حاجه ده، كان بيقول ب35. هم بيضربوا اسعار تانية خالص، اي نعم، وبترجعي تفصل معاهم، بس اعتقد ان هو برضو لسه عليه شويه لان هو جديد في السوق. ماشي. كان معاه حاجات مختلفه وحاجات كتير، في حاجات انا ما كنتش فاهماها زي مثلا بتاع البلاستيك دي، ولا مش عارفه هل هي صاب مثلا ولا ايه، لانها كانت بلاستيك وخفيفه ما فيهاش بقى سماعه وحاجه تقيله او كده، تمام. كان معاه براويز، كان معاه حاجات كتير وحاجاته مختلفه زي ما قلت لكم، وجديده لسه بقى ما اتكسرتش من الشيل والحط وكده. وزي ما قلت لكم اسعاره كويسه، قاعد تحت الكوبري اللي هو في وش الشارع بتاع زكي السماك على طول. البوكس بتاع البرهات ده ب75 جنيه، بس حاجتها حلوة عشان كده قلت اصورها لكم. كان معاها كده شويلة كده تحت فيها ب20 وب25 وب35، بس البوكس كان فيه احلى حاجة، كانت بقى بتتكلم بتقول ان هم ما بيجي لهم البلة دي مثلا، بيجيبوا البلة ب6000 مش عارف ايه، بيطلعوا احلى ما فيها يبيعوه اغلى حاجة 75 و100، والباقي بقى بيفرزوه ب20 ب10 وهكذا.
وصلنا هنا عند كبدة الدريني، وهنا في واحد بيبيع شوزات فرشة كده صغيرة، يعني بيبيع ب130 جنيه. ماشي، اي كوتشي ب130 جنيه. في كوتشيات شبهها بنقابلها في الرواعي ارخص، وفي كوتشيات بنقابلها بنفس السعر، فعلى حسب. معظم الحاجات اللي بتبقى موجودة معاهم ببقى انا شايفاها في سوق الحد في الرواعي. تمام كده، نرجع. في فرشة هنا برضو معاها كوتشيات وجزم كلاسيك كده، والكوتشي ده قال عليه ب150 جنيه. كان معاه بنطلونات جينز، في حد كان يعني بيتفرج على البنطلون ده، البنطلون ده قال عليه ب120 جنيه. سعره حلو جدا على فكرة، لانه من المقاسات الخاصة، وخامته كمان حلوة قوي. يعني اعتقد ان البنطلون ده يسوى مثلا 250 كده. الاسعار غالية جدا بالذات البنطلونات الرجالي، فسعر البنطلون ده عجبني جدا بصراحة، وكمان جديد. البنطلونات اللي كانت مع الراجل كانت جديدة مش مستعملة. تمام كده، تمام. انا هنا كنت بساله، وكنت سبتهم خلصوا حديثهم، وبعد كده واتفرجت برضو على البنطلون. بعد كده ايه، هوريه لكم برضو. بعد كده سالته على ثمن الكوتشي. ليه بقول لكم على البنطلون ده، او ان انتوا مثلا لو قابلتوا حد تبصوا على اللي معاه البنطلون، زي ما انتوا شايفين دي حاجات جديده وبيبيعوا ب 120 جنيه بس في اي محل، طبعا مش هيقل عن 200 جنيه، او 180 جنيه. خامته فيها لكرة شويه، فبصراحه خامته حلوه. الستاند ده ب35 جنيه. بصوا الجواكت اللي عليه، على فكرة ما تستهونوش بيها، ممكن الحاجة لما تتنظف وتتغسل تبان حلاوتها ويبان انها كويسة وتنفع. ده جاكيت جينز اوفر سايز كده برضو حلو. كل ده ب35 جنيه. الستاند ده موجود قدام المطعم جنب كبدة الدريني على طول، ممكن تلاقوا عليه حاجة كويسة تنفع ولادكم. يعني طول ما انتم ماشيين كده ايه، خدوا. بس انا صحيح راح اسوق لحد جوه في الجراج، بس قلت بقى ايه، يعني اديكم كده فكرة عن اللي موجود بره قبل ما ندخل المدعكة اللي جوه الجراج ده. بيبقى بصراحة مدعكة، بس الحمد لله في رمضان برضو الوضع غير، الدنيا هادية، الناس قليلة. انتوا كنتوا دخلة الجراج دي ما كناش نعرف نعدي منها كده بسهولة، لا لا لا، بس الحمد لله. يعني الفرش ده يا بنات كل مرة بعدي عليه ما بصوروش طبعا، لان انا من يعني بقالي مثلا نقول 6-7 شهور ما بصورش ابدا المنتجات دي. طيب رجعت صورتها ليه؟ علشان حضراتكم كلكم في الكومنتات بتسألوني عليها، هنجيب ما نجيبش، نعمل ايه. طيب انا هقول رأيي بكل امانة، ده منتهي الصلاحية. كل حاجة كنت بمسكها، مفيش حاجة والله مسكتها كان التاريخ بتاعها مش منتهي للأمانة. تمام، بكام؟ ب20 وب30، كل بوكس وليه سعره، وب50 مزلمك، كل ده منتهى الصلاحية. تمام كده، أنا حاولت بقدر الإمكان أن أنا أقرب لكم على التاريخ عشان تشوفوه، بس ببقى مش عارفة الكاميرا جايباه ولا لا. أنا هنا كل ده بدور على التاريخ. تمام كده، تمام. كل الحاجات المنتجات دي فعلا منتجات أصلية، يعني البيوديرما ده منتج أصلي، بس بصوا هنا من 2015 ل 2018، يعني منتهية الصلاحية بقالها كام سنة يا جماعة؟ أربعة، أدي 2 و2 5 سنين، بقالها 5 سنين منتهية الصلاحية. الحبة اللي قدامنا دول ب10 جنيه، أي حاجة فيهم ب10، يعني دي مش المنتجات اللي هي غالية قوي، هي عارفة المنتجات، فحطهم كده كلهم اي حاجة ب10 جنيه، لان اصلا العلبة فيها حبة بسيط جدا، صغيرين جدا، وبرضو كلهم اكسباير. تمام كده، انا رجعت اصور اهو زي ما انتوا طلبتوا، بس ما ترجعوش تزعلوا مني وتقولي مش عارف ايه. تمام، انا مش كنت هنا بتصيد اخطاء ولا اي حاجة، بالعكس انا كنت بشوف زيكم الحاجات دي. بنبهكم ان انتوا بس بصوا على تاريخ الصلاحية، قارني المنتج بالمنتج اللي عندك، ريحة وملمس وقوام ولون كده، يعني عشان تبقوا انتوا عارفين، علشان الحاجات دي بتلامس الجلد والبشرة وتحت العين وعلى الشعر فالحاجات دي اضرارها صعبة جدا جدا على مدى بعيد. مش هتحطي النهاردة مش عارف هيحصل ايه، لا ممكن عادي جربتي مرة واتنين ولقيت الدنيا حلوة فهتجيبي، لا على المدى البعيد بتضر جدا. كمان طلبتوا مني نصور المواد الغذائيه والمنتجات الغذائيه اللي موجوده هناك. علبه البروبيف دي انا على فكره بصيت على التاريخ، التاريخ بتاعها جديد، 2023 ب45 جنيه. تمام، في حاجات تانية سالت على سعرها، هنمشي واحده واحده كده، بس في حاجات شكلها مش حلو، في حاجات شكلها زي الصوصات مثلا العلب مبهدله، هل بقى مثلا حاجه اتدلقت في الكرتونه فبوظت شكلهم؟ معرفش. اهم حاجة وانتوا بتشتروا الحاجات دي، هي حاجات دي سعرها هنا ارخص، كل حاجة سعرها ارخص من برة، ممكن 10 و15 جنيه، وفي حاجات فيها ارخص 20 جنيه. تمام كده،
بصوا على تاريخ الصلاحية وبعد كده ممكن تشتروا عادي، ما فيش مشكلة. اعتقد ان فرش الراجل ده كويس، حاجته كويسة يعني، كل التواريخ عنده الحمد لله ما فيهاش حاجة منتهية ولا حتى قربت يعني اخر شهر والكلام ده، لا مش معاه تمام كده. بس انتوا برضو تأكدوا من كل الفروشات. الكوتشيات دي عند ست حلوة جدا بصراحة، الكوتشي ده ب 280 جنيه كل كوتشي، وليه سعر كل واحد فيهم ليه تمن. الجراي اللي انا مسكته في الاول هو اللي ب 280 جنيه تمام. معرفش بتفاصل ولا لا الصراحة، ده 850 جنيه بصراحة، معاها كوتشيات خفيفة بشكل حاجة كده يعني، ريشة ريشة كده خفاف جدا. الفيلة النبيتي ده برضو خفيف، قالت لي عليه ب 150 جنيه، وكان معاها كذا تشكيلة، في مثلا اللي هو زي العنكبوت البامبا ده ب 100 عادي، علشان ده مش خفيف، ده بصراحة تقيل شوية بس بيبقى طري برضو، ده برضو ب 150 بس حاجة تحفة بصراحة، خفيف وشكله حلو ولونه حلو. وكمان يا جماعة الكوتش كل ما خف كده كل ما كان احسن بكتير كمان، فده حلو قوي بصراحة وتمنه حلو جدا، 150 جنيه. كوتشيات العيد هناك كوتشيات حلوة جدا على فكرة، انا قلت لكم في بداية الفيديو ان احلى حاجة موجودة في الوكالة حاليا الكوتشيات، في كوتشيات بتوصل ل 500 جنيه بس اللي هي بتتباع برة بمثلا ب 1000، لان انتوا عارفين ان حتى الحاجات الهاي كوبي دي بتتباع غالية جدا. تعالوا على المعالق بقى، البوكس كل بوكس وليه تمن تمام كده. البوكس ده القطعة ب 10، واللي بعده ب 5 تمام كده، وفي بقى الثلاثة ب10 والأربعة ب10 اللي هم المعالق الصغيرة تمام. بس بصراحة المعالق بتاعتها حلوة أوي، اللي هي القطعة ب10 دي حاجات كده فخيمة كده وتحسها حاجة حلوة يعني. المعالق دول الثلاثة ب10 اللي هم الستانلس، ما كلهم ستانلس، المعالق الشاي الصغيرين يعني، وفي عندها الأربعة ب10. بعد كده أنا مش عارفة أنا قلبت فجأة كده ليه، حاسة في مقطع في النص كده تايه بس ما علينا يعني هنعديها. تعالوا على الفرشة دي، الفرشة دي انتوا اكيد عارفين ان كل معظم الفروشات، بصوا عارفين ايه الاسود ده، ده بتاع السوستة بتاعت الشنطة، بلبسها ليه عشان بربطها، لو انتوا واخدين بالكم في زاوية الكاميرا ربطاها علشان ايه محدش يفتح الشنطة بتاعتي، فعشان كده بخرج بالشنطة دي بالذات في كل الجولات. الفرشة دي من احلى الفروشات اللي موجودة في سوق الحد، هتخشي من باب الجراج على ايدك الشمال، على ايدك الايه الشمال، وتكملي على طول هتلاقيها الست دي معاها بواقي محل ادوات منزليه. الكبشه دي ب 20 جنيه، اي كبشه مقصوصه كله بقى ستلس في سيليكون كده، دي الخرامه بتاعه التتبيل. كل قطعه عندها ليها ثمنها، يعني انت بتقولي لها دي بكام وهي بتقولك. شكل الفرش منعكش صحيح بس هتطلعوا منه حاجات بربع تمنها، صدقوني بربع تمنها حرفيا، في حاجات عندها كتير قوي تنفع للمطبخ وتجهيزات المطبخ. عندها مثلا السكاكين دي، السكينة ب 25 جنيه، السكينة دي تسوى اكتر من 60 جنيه و70 جنيه. اولا السلاح بتاعها مش سميك، يعني رفيع جدا بحيث وفي نفس الوقت متين تمام، وايدها كمان حلوة جدا، كل ما السلاح كان من فوق سميك تيجي تقطعي بيه الحاجة كده تتكسر زي البطاطس مثلا او اي حاجة تشرخ كده وتبوظ، لا السلاح رفيع، فدي السكينة الكويسة. ده اولا بتباعها ب 25 جنيه، دي تصفيات تمام، معاها كل انواع السكاكين والمنشار، القوالب السيليكون، الصفايات البلاستيك. زي ما قلت لكم شكل الفرش مبهدل، هنا بقى توغلت بقى دخلت جوه الفرش من جوه ليه، علشان انا هنا شفت بتاعه التوم دي فكنت بدور عليها اصلا بتباعها ب 10 جنيه تمام. انا هنا بحاول افتحها عشان اوريها لكم، لقيت واحده مفتوحه بصوا اهي، بس دي كانت ناقصه قطعه، خلي بالكم في قطعه كده كفر بيتحط هنا عشان لما تحطي التوم جوه تقفلي عليه يعني، وتفضلي بقى روحه جايه كده تبشريه من غير ما ايدك تتعور ولا حاجه تمام. زي ما قلت لكم عندها على الفرش حاجات كتير قوي، وانا هنا كنت ايه اللي عايز حاجه بناولها له عشان انا كنت قاعده في وسط الفرش، الناس كانت فاكراني ببيع. ومعاها ده بتاع اللي هو الحجر بتاع الرجلين بس بالبطاريات، يعني بتحط له حجاره وكده، قعدت اسالها بكام، هي ما كانتش مركزه معايا علشان كان معاها ناس بتحاسبهم وكده، بس هي بتبيع باسعار رخيصه قوي على فكره. المضرب ده ب 20 جنيه تمام، ايده متينه جدا وهو يعني مش هيفك بسهوله زي الاستانلس في بعضه، اللي هو السلوك بتاعته بتطلع من مكانها. زي ما قلت لكم شكل الفرش بتاعها منعكش بس والله عليه حاجات مفيده جدا وكلها جديده، ولكن متفضيه من العلب بتاعتها وكده. المج ده ب 50 جنيه
اهو بالعلبة بتاعته. طبعا الناس بتبدأ بقى مثلا تطلع من العلبة، بعد كده يطلع من العلبة فتلاقوا الغطا بتاعه وقع فيتباع بسعر أرق وهكذا. الناس هي اللي بتبهدل الحاجات اكتر. تعالوا بقى شوفوا ده المضرب ده بتاع النسكافيه او اللي بيعمل الفوم بتاع النسكافيه. هو كان بيبقى معاه جار كده ازاز ومحطوطين في علبة، لكن كل العلب كان الجار فيها مكسورة او الكوباية المعيارية بتاعت الازاز ديت اللي بتاعت المضرب كانت مكسورة. فبتبيع لك المضرب بكام بقى؟ ب10 جنيه، تحط فيه حجارة ويشتغل عادي جدا، كلهم طالعين من العلبة لكن الازاز بتاعتهم مكسورة. انا هنا خدت لي بولة بلاستيك كنت ايه بعمل شوبنج فيها بقى، اللي يعجبني احطه فيها. المصفى البلاستيك بتاعت الرز دي ب15 جنيه، برضو حلوة. كمان كان معاها قطة، بصوا هنا اهو انا بوريكم هنا ان كل البرطمانات او العلب الجار بتاعتها مكسورة لكن المضرب نفسه سليم مفيهوش اي مشكلة. ماشي، كان معاها بقى حاجات كتير كتير. انا في كمان لمامة الوبر كانت عندها بالكرتونة بتاعتها، قالت للراجل ب60 جنيه. طبعا انا لو شفتها كنت خدتها، 60 جنيه رخيصة قوي يعني، هي بتتباع ب100 وب120، فللأسف كانت واحدة بس وهو خدها. كانت بالعلبة بتاعتها برضو. دورت على واحدة تانية ما لقيتهاش. ايه تاني كان معاها؟ كان معاها كمان في حاجات انا كنت بشوفها في ايد الناس فما كنتش لحقت اصورها، لان الفرش زي ما انتم شايفين متنوع جدا، وكان اللي بيلاقي حاجة بياخدها. المصفى ده عجبني، المصفى المتحرك ده حلو قوي ب15، والله ما فاكرة ب15 ولا ب20 سامحوني. في حاجة تانية كنت عايزة اقول لكم عليها، هتلاقوا بقى قطعات البيتزا وقشرات البطاطس. بصوا دي كانت في العلبة بتاعتها قشرة ليها ناحيتين اهو، هي بتتأمن كده بتتقفل وبتتفتح تاني زي ما هي، بس الناحيتين مفهومش الناحية اللي هي الناعمة خالص بتاعت البطاطس، الاتنين مشرشرين. لو كان فيها ناحية ناعمة كنت خدتها، انا بحبش اقشر بالمشرشر تمام، بس عجبني فيها انها بتتأمن وبتتقفل كده تمام. هنرجعها تاني في العلبة بتاعتها علشان الحاجة ما بتطلع من العلبة ايه بتبوظ. في حاجات كتير بقى كان اجزاء منها ضايعة، يعني مثلا البتاع الاخضر اللي قدامي ده اللي انا مش فاهمة هو ايه، كان في جزء منه مش موجود. كمان مفرمة التوم اليدوي او الكبة اليدوي الصغيرة بتاعت التوم دي كانت موجودة كل قطعة في ناحية متنطورة، اللي عايزة بقى يجمع اشلقها ويقدر يجيبها عادي. هنا كنت بحاول اوريكم المج بس انا موريهولكم قبل كده بس نسيت. القطاعة دي انا مش عارفة هي بتقطع ايه، اناناس مثلا مش عارف، زي بتاعته التفاح كده. الكاتل ده قالت لي شغال ب100 جنيه، ده جديد بالعلبة بتاعته، بس العلبة ما كانتش موجودة، يعني قصد ان هو طالع من العلبة ب100 جنيه. شكله حلو على فكرة، هو لونه احمر بس شكله حلو تمام. انا تعبت من كثر الكلام. ب100 جنيه كان عاجبني بصراحة، وقلت لها شغال قالت لي شغال. وطبعا الحاجات دي يا جماعة لازم تجربوها الاول. كان معاها كمان جنبها كده ده الاول اللي هو ايه، ده الجهاز اللي هو بيحمر وش الحاجات، لو انت مثلا عايزة تعملي سايحة جبنة، ما عرفش ينفع يسايح جبنة ولا لا، يقدر يعني سايح الجبنة ولا لا، وبيدي الحاجة لون كده زي اللي بيجي على التلفزيون مع الطباخين ده. وينفع برضو، قالت لي ينفع ولاعة. المهم انه قالت لي ب35 جنيه بيتملي غاز وب35، والهاند بلندر دي قالت لي ب150 جنيه. كان معاها اتنين شكل بعض بالظبط، بس الزرار ملون اورنج واخضر، بس ب150 جنيه. بتهيالي انا كده تمام كده، مش عارفة انا رجعت تاني للفرش بتاعها ليه. لا عايزة اوريكم اللعب، كان هنا عشان في لعب كنت بوريها لكم. بعد كده هنروح، هتلاقوا اغلبية الفروشات اللي موجودة في الجراج كوتشيات، اغلبيتهم تمام. الراجل ده برضو الكوتشيات بتاعته حلوة قوي. الكوتشي ب250 جنيه، بس طبعا زي ما قلت لكم خف الريشة يا بنات، حاجات كلها يعني هو بيقول لي مستورد، بس انا مش عارفة هل بقى مستورد مش مستورد. انا بقول لكم اللي انا شايفاه ومسكاه بايدي. طبعا انا مثلا بروح الرويعي وعارفة الكوتشيات بتاعتهم عاملة ازاي، فبشوف الفرق بين هنا وبين هنا. لا طبعا الكوتشيات في الوكالة بتبقى هاي كوبي وفي من توكيلات وكده وجاي من برة، فبصراحة بيبقى حلوين جدا. الفرشة دي برضو عليها اللهم صل على سيدنا محمد، ميكس كده زي الفرشات اللي بنشوفها كتير في سوق الحد، تلاقي ريموت، تلاقي اقلام، تلاقي ميك اب، تلاقي مش عارف حاجات كده رفايع، عده تليفون ارضي. اللي محتاج الحاجات دي يعني بيقعد ويدور فيها على ما يلاقي الحاجه اللي هو عاوزها. طبعا فرشات كتير مش موجوده غايبه عن السوق بسبب الصيام ورمضان، وفرشات تانية كتير بتبيع باسعار اقل من اللي هي متعوده عليه برضو بسبب عدم اقبال الناس على السوق.
تمام كده. الكوتشيات هنا بيبيع ب150 وهنا بيبيع ب100 اللي على جنب ده. عايزه اقول لكم بس ان اللي هو عازلهم على جنب يعني هو بيبيع دول ب150 وحازل حبه كلهم ابيض على جنب تاني علشان متطربين او فيهم والله اسود اهو متطربين ومش عارف ايه من الشيل والحط كل اسبوع بيبيعهم ب100 جنيه، لكن هم لا يفرقوا شيء عن يعني ما يفرقوش حاجه عن اللي بيبيعهم ب150 جنيه. كل حكايه مثلا هم عايزين بس يتغسلوا يتنضفوا كده، لكن كله طبعا جديد. بيبيع بكام؟ بيبيع ب100 جنيه اللي على الجنب ده. فيهم كوتشيات مثلا ده حلو جدا وخفيف وجميل، بس كل الحكايه زي ما قلت لكم ان هم عايزين غسله معتبره عشان يرجعوا زي الفل زي الاول تاني، لكن وديت مش مستعملين. تعالوا بعد كده انا كل ما جمشي ابقى عايزه اوريكم كل الموديلات اللي موجوده على الفرش. هي كوتش هنا يا جماعه ب100 جنيه، تمام كده. الفرشه دي بتبيع اصلا ب150 زي الحاجات اللي في الاول اللي وريتها لكم في الاول. بعد كده هنروح نبص على الفروشات اللي بعد كده، زي مثلا الفرشه دي برضو كوتشيات ومعاه ب150 ومعاه الحبه الصغنطوتين اللي على جنب دول ب100 جنيه، والميك اب اللي ورا ده اللي ورا ده ب10 جنيه، واللي على جنب ده الثلاثه ب10. وفرشة الشنط دي الست دي كل حد لازم نصور، او لو رحت سوق حد لازم اصورها لكم. بيبقى معاها ايه؟ بيبقى معاها شنط في جزء ب15 وجزء ب30، تمام كده. في من الضمن بيبقى في شنط مدارس، شنط دروس، شنط خروج وهكذا. تعالوا مثلا اوريكم حبة من اللي موجودين في على الفرش اللي ب15 جنيه. الشنطة دي شنطة كبيرة، الناس اللي بتحب الشنط الكبيرة، بس انا لما لقيت فيها كيس قلت ايه ده، هي جديدة ولا ايه؟ ممكن تكون جديدة مش مستعملة. هي من جوه شكلها جديد بس من بره يعني ايه متلحوسة كده ومتبهدلة يعني عايزة تتنظف، بس ثمنها 15 جنيه. الكومة دي بتبيع ب30 جنيه، اللي عليها شنط المدارس دي او تنفع دروس او كده مثلا، الناس اللي محتاج يعني شنطة، بس طبعا بتبقى مش جديدة وبرضو حالتها النفسية بتبقى تعبانة شوية، لانها بتكون يعني العيال هلكتها من المدرسة. لكن للي مثلا محتاجاها او ما عندهاش او كده موجودين هتلاقوا يعني الناس اللي بتسالني عليهم هتلاقوهم في سوق الحد واسعارهم رخيصه. لقيت برضو شنطه اللابتوب دي موجوده من الكومه اللي ب 30 جنيه. الشنطه جلد وبرضو متبهدله متلحوسه، بس يعني مش متبهدله اللي هو مقطعه، لا هي كل المشكله بتاعتها ان هي عايزه تتمسح وتتنضف وكده، ومن الجلد ومش متقطعه ولا اي حاجه، دي فيها حتى حشوة كده عشان تفضل مفرودة، مش عارفة ليه يعني. هم كل الشنط متفضيين اشمعنى؟ دي مش عارفة، ممكن تكون جديدة، هي فعلا شكلها جديد. في كمان الشنطة دي برضو مش مبهدلة ولا اي حاجة. انا قلت لكم ان الكومة دي ب30، تمام، كومة ب15 وكومة ب30. دي نصها جلد والنص التاني كده دك او كتان حاجة كده، يعني شكليا وعاطفيا لطيفه ومفيهاش تقطيع ولا اي حاجه. في كمان الشنطه دي برضو كل ده من الكومه اللي في كمان دي على فكره برضو جديده وحالتها كويسه وجلدها حلو ومش متقطعه ولا اي حاجه وب30 جنيه. فيها دراع كروس وفيها الدراع الصغير وكل حاجه زي الفل، ولونها بامبا كمان. في كذا حاجه والله، يعني كان في ناس بتتفرج، فكل ما هم يطلعوا حاجات من تحت الانقاض كده فكنت بتفرج معاهم واوريكم معاهم الحاجات اللي موجوده. بعد كده هنسيب الفرش ده ونروح على اللي بعده. لا بصوا انا ليه برجع تاني، بلاقي ناس طلعت حاجات تانية، ناس ايه ظهرت حاجات تانية وكده، فقلت ايه افرجكم برضو. بصوا دي برضو والله كويسه وما فيهاش تقطيع ولا اي حاجه، وتحسوا انها جديده كده ما تحطش فيها حاجه يعني. بعد كده حلوين انا كده خلصت الفرشه دي، وهاخدكم بقى وننتقل على فرشه ثانيه. هنا حد كان بيسالني على الشنطه دي فقلت لها ستايلها قديم قوي فسبتها، هي فعلا يعني كان في حاجات احلى منها فاشمعنى دي كده يعني. المهم مشينا، وهاخدكم بقى وديكم فين؟ للي قابلنا اللي نلاقيه بقى، هنتفسح كده مع بعض ونشوف الفرشات. لقيت الفرشه دي هما اللي عليها اللي بيبيعوها مش مصريين، سودانيين، فالكوتشيات بتاعتهم برضو خفيفه وحلوه بس بيبيع ب350، فاعتقد ان ده غالي على نفس الكوتش ده موجود في نفس المكان بسعر اقل، يعني في ب280 ب250 كده يعني. ودي فرشة تانية من الفروشات اللي بتبيع كوتشيات يا بنات، بتبيع ب120 جنيه. بصراحة الكوتشيات بتاعته حلوة جدا وسعرها برضو حلو،
يعني لو انتوا هتنزلوا سوق الحد قصدين تشتروا كوتشيات، روحوا الجراج ولفوا لفة هتلاقوا كمية فرشات كوتشيات حلوة جدا واسعارها متفاوتة، يعني بتبدأ من 100 120 150 200 250 وهكذا. تمام، وبصراحة دي من احلى الفروشات ومن احلى الاسعار، تمنها 120 جنيه واسعارها كويسة، وكمان عليها مقاسات كتير متنوعة وموديلات كتير حلوة. زي ما قلت لكم عنده بصراحة كام موديل، يعني كذا حاجة كده كلهم احلى من بعض، والسعر 120 جنيه. فدوروا على الفرشة دي هتلاقوها بسهولة، يعني ما شاء الله انتوا شايفين الجراج مكشف خالص في رمضان، والفروشات مفرقة كده عن بعضها والدنيا زي الفل. الفرشه دي بتاعه الست اللي كان بيبقى معاها الحلل الكبيره بتاعه الفنادق والمطاعم، عارفينها هي دي، بس طبعا معاها شغل بسيط جدا المره دي. الراجل ده بيبقى عليه نمل من كتر ما هو بيبيع ب 15 جنيه، ناس بتبقى عليه كتير جدا، بس طبعا عشان رمضان ناس قليله قوي، فحلو ان الدنيا تبقى فاضيه كده. الفرشه اللي وراها دي ب 40 جنيه، بس حاجتها جميله جميله جميله. عايزه اقول لكم دي احلى من كل الاستندات اللي موجوده بره في الوكاله. اولا في قطع فيها جديده، معرفش الجهاز ده بيتشال ازاي، في قطع كتيره جدا فيها الجهاز ده على فكره، قطع كتير قوي، يعني جواكت اطفال كتير فيها الجهاز ده، معرفش بصراحه ده ممكن بقى يتعمل ازاي، مش عارفه يعني، وازاي هي خارجه بالجهاز كده برضو، ممكن تصفيه محل او حاجه معرفش. المهم ان قطع ب 40 جنيه عايزه هنا في جواكت وبلاط وبلوزات وفساتين وعبايات ولبس اطفال وجينزات، وبصوا سويت شيرت دي جديده تحفه بال 40 جنيه جديده، ما فيهاش جهاز على فكره، اللي فيه جهاز معظمه جواكت بس، جديده جدا بناتي اوفر سايز تحفه ب 40 جنيه. فبصراحه الناس لقت هنا قطع، بصوا برضو القطعه الحلوه دي ب 40 جنيه القطعه دي يا جماعه، اي قطعه على الطاوله دي كلها، الطاوله دي في اخر الجراج كبيره جدا جدا، بيبيع ب 40 جنيه حاجات حلوه قوي مش موجوده بره على الاستاندات صدقوني. فانتوا لما تروحوا بصوا على الطاولات دي او الذات اللي هي بيبقى سعرها اغلى، مش مثلا والله اللي ب 15 ساعات بيطلع حاجات كويسه والناس كلها بتتخانق عليها، بس بصوا مثلا دي مليانه، هتلاقوا بلاطي اطفال وجواكت حلوه، يعني مثلا البولتو ده حلو جدا، محيرات كده هاي ويست حلو قوي، عجبني جدا بصراحة، وخامته حلوة مبطن وجديد وزي الفل. في جواكت كتير اطفال حلوة قوي سعرهم 40 جنيه يا بنات. كل لما اجي امشي الاقي الناس في ايديها حاجات حلوة قوي وجواكت وبنطلونات حلوة، فارجع تاني اقول اخد لكم كمان لقطتين عشان تتحمسوا كده ان انتوا لما تنزلوا سوق الحد تبصوا على الطاولات دي، عليها لقطة ارخص كتير من اللي موجودة بره على الاستندات. هوريكم ورا الفرش ده في كام بالة، ورا في شولة مليانة هدوم كتير جدا. برضو الجاكيت ده قطيفة كده، ليه فروة عالية كده شوية وبسوستة، وليه جيوب ومقاسه كبير ما شاء الله، يعني 2X زي ما انتوا شايفين اهو الفروة بتاعته، مش عارفة اسمها قطيفة ولا فروة ولا ايه، والله جاكيت حلو جدا برضو ب 40 جنيه. بس طبعا الحاجات دي كلها بتبقى عايزة بقى غسلة من التراب وكده، لانها حتى لو جديدة بتبقى مطربة، وزي ما قلت لكم في تخلي بالكم جدا من موضوع الجهاز ده، لو مش هتعرفي تشيليه ما ينفعش تشتري حاجه فيها الجهاز ده، لانها لو ما اتشالتش تبقى خلاص مش هتستعمليه. بصوا دي كمان حلوه وكبيره وجديده، زي ميني دريس كده او اسمها ايه، فستان صغير كده، او ينفع كمان كاتونيك كده على بنطلون. في كمان الشميز الاوفر سايز ده حلو قوي، كاروهات جميل برده وجديد زي الفل، خامته تحفة برضو ومقاسه زي ما انتوا شايفين كبير ما شاء الله، كل ده ب 40 جنيه. وفي رجالي بصوا البلوزات الصيف بقى والحاجات الحلوة اللطيفة دي، والمقاسات كبيرة، في جواكت كمان، بس الجاكيت الزيتي ده فيه مشكلة انه في قطعة جلد والجلد فيها تقشيرة، علشان كده والا ما كانش قاعد على الطاوله يا جماعه. الجاكيت ده يبقى ب 40 جنيه ازاي يعني، جديد وفل ما فيهوش حاجه ومن جوه مبطن وزي الفل وسوسته وزراير وكل حاجه، بس من على الكتف كده هوريكم، من على الكتف في تقشير كده من على الكتف، فمثلا لو حد بقى بيعرف يتصرف يشيل الجلد القديم ده او يحط عليه جلد جديد او كده معرفش، اهو بصوا هي الخرابيش اللي في الكتف دي بس. تمام تمام انا هنا بحاول بقى افرجكم على حاجات تانية موجودة، بس بصراحة زي ما انتوا شايفين يعني لولا ان انا بصور بايد وبدور لكم بايد كنت مثلا طلعت لكم كام قطعة كده فردتهم لكم كده ووريتكم ان الطاولة دي عليها حاجات كتير حلوة بصراحة، يعني لولا بس ان انا مش متحكمة كويس كنت شفتوا الحاجة احلى من كده وحاجات اكتر كمان. انا هنا كنت بوريكم اللي قدامي، يعني ما كنتش بدور، لا انا كنت اللي بيجي في ايدي بوريه لكم.
ما تنسوش ان السعر هنا 40 جنيه، وما تنسوش برضو اللايكات. اهم حاجة يا جماعة تحطوا لايك للفيديو تقديرا لتعبي ومجهودي، وخصوصا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. انتم ممكن تحطوا اللايك كنوع من انواع ان انتم تعملوا خير في رمضان، ايه رأيكم؟ احنا نعمل حملة ننادي باللايك في رمضان. هو فعلا انتوا لما تحطوا لايك هتعملوا خير، لان انتوا كده بتخلوا مجهود حد ياخد حقه، فحلوين، فحاجة حلوة برضه. بصوا كمان البلطو ده كان في منه كذا قطعة، اللي هو البلطو الاطفالي ده حلو قوي ب40 جنيه. بصراحة في قطع اطفالي على الطاولة دي جميلة جدا، في كمان جلاليب وحاجات حلوة قوي. بصوا كمان السويت شيرت الهاي ويست ده حلو قوي. كمان هديكم لقطة صغنطوطة كده من الطاولة. بصوا الجاكيت ده الاول برضو ب40 جنيه، جاكيت كات بنوتاتي قمر جميل. هديكوا لقطة من الطاولة اللي ب15 جنيه، عشان تبقوا انتوا برضو ايه يعني شفتوا وألميتوا بالموضوع كله. في بلطو مثلا زي ده، بس ده بصراحة كان موبر، لكن لو حد محتاجه هياخده، حتى لو موبر مفيش مشكلة لانه تمنه 40 جنيه. في بصوا هنا بوريكم، بصوا البلات قد ايه. طبعا هم كانوا فاكرين ان السوق هيبقى كبير، فجايبين شغل كتير علشان ده كله المفروض كان هيتفتح في السوق، بس ما فيش الكلام ده، الناس كانت قليلة جدا فسابوا شويلة كتير مقفولة. تمام تمام. بيبقى كمان معاهم بلات جزم وشنط، بس ما فردوهاش المرة دي، المرة دي كان هدوم بس. في كمان رجال كتير على فكرة كانت موجودة على الطاولة، وفي حاجات لطيفة زي مثلا الشميز ده بيتربط كده من قدام، شكله لطيف. وكان في كمان انا قلت لكم ان الطاولة كان عليها اطفالي كتير ورجالي وحريمي وجواكت. اكتر حاجة كانت موجودة على الطاولة دي كانت جواكت. وهنا انا كنت خارجة فلقيت جواكت جديدة ظهرت، فقلت برضو اوريها لكم ان كل ده 48 جنيه بس. بصوا هنا ده بلطو كبير جدا، بلطو حريمي طويل طويل جدا، مبطن من جوه كل حاجة، 48 جنيه بس، فاكيد لو حد محتاجه هيتبسط بيه جدا. وطبعا في بنطلونات جينز وفي حاجات كتير قوي يا جماعه موجوده على الطاوله. انتوا لما تروحوا اتفرجوا بقى براحتكم، هتلاقوا حاجات كتير تعجبكم. المره دي بصراحه كانت الطاوله عليها حاجات كتير حلوه، وعليها جواكت من دي كتير جدا، الجواكت الفرو والاطفال القمر دي حلوه قوي. تعالوا بقى على الطاوله اللي ب15 جنيه، وبصراحه دي عليها كل الاقبال، لانه كان بيطلع من الشوال اللي معاه ده حاجات حلوه وفساتين وجلاليب فسكوز كبيره، والناس كانت بتتخانق عليها وبيسيبوا على الاطراف اللي هي الحاجات اللي انا بوريها لكم دي اللي هو مش عاوزينه، يعني اللي هم عاوزينه هو بيفضل ينادي كده، بس لما بيلاقي حد عليه اقبال على قطعة معينة بيخلي سعرها بدل 15 25. يعني الجلابية الفسكوز اللي كلهم كانوا بيتخانقوا عليها دي خلاها من 15 ل 25. الاطراف برضو عليها حاجات زي ما انتم شايفين، سواء في الجنب ده او الجنب التاني برضو في حاجات كده رجالي وحاجات كتير قوي موجودة على الطاولة، زي مثلا الشورت ده ب15 جنيه، ما شاء الله مقاس خاص، وجينز وبنتاكور هو بالشورت وطويل يعني. ففي حاجات لقطة موجودة، وفي رجالي كتير، الناس اللي بتدور على لبس الرجالي، والناس كتير بتسألني على لبس يكون سعره كويس في الوكالة، مفيش احلى من الطاولات اللي موجودة في سوق الحد ده. تعالوا بقى على صابون وبواقي الفنادق اللي بتبيع الكيلو ب50 وب60، كل شوية بيغلى حبة، يعني كان ب40 و50، بس طبعا انتوا عارفين الاسعار. وكده الجولة تكون بتاعتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم، لايك للفيديو، واستنوني في جولات تانية كتير، مع السلامة.